الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مشروع تعميم المعرفة يقدم في حقل اقتصاد المال والأعمال تعريف سريع بأشكال أسواق التمويل ووظائفها Forms of Financial Markets and its Function. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبة الطلب والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا، وعلى بركة الله نبدأ. يعتبر النظام التمويلي من أساسيات الاقتصاد الحديث، بدونه لا يمكن أن يتوسع الاقتصاد أو أن يتطور على النحو الذي هو عليه الآن، ويتوقع له المزيد من التطور في ظل التوسع الذي تشهده تقنية معالجة المعلومات والاقتصاد الرقمي Digital Economy ونشوء العملة الرقمية الافتراضية Crypto Currency. الآن هذا النظام التمويلي يتكون من جزئين، سوق النقود وسوق رأس المال. النقود، سوق النقود يشمل مصارف مركزية وتجارية واستثمار، مؤسسات إقرار متخصصة هنا وظيفتها أن تمول في الأمد القصير أو تتوفر التمويل في الأمد القصير أو قصير الأجل. سوق رأس المال الذي يوفر التمويل في الأجل الطويل أو طويل الأجل، تمويل طويل الأجل من خلال أو بواسطة أسهم، سندات، مشتقات، سلع ومستقبل، أسواق المستقبل. يشمل نظام التمويل سوقين رئيسيين، سوق النقود كما ذكرت هنا Money Market الذي يعمل على توفير السيولة النقدية في الأمد القصير Short Term Financing، وسوق رأس المال Capital Market الذي يعمل على توفير التمويل طويل الأجل Long Term Financing. سوق النقود، الآن يؤدي سوق النقود وظيفة أساسية واحدة، هي حشد قوى الشراء النقدية من الوحدات التي لديها فائض وإقرارها للوحدات التي تعاني من عجز في توافر القوى الشرائية. أي بمعنى آخر، يأخذ من الذين لديهم فائض تمويلي ويقرضها إلى الأفراد والأشخاص والمؤسسات التي تعاني من عجز في توافر القوى الشرائية. هذا الآن النظام التمويلي Financial Intermediary. هنا الادخارات من الوحدات التي لديها فائض ومن يعني إلى هذا الآن المصرف كوسيط تمويلي يعطيها على شكل قروض إلى الوحدات التي لديها عجز. يقوم البنك المركزي بصفته جزء من سوق رأس المال، من سوق رأس المال وتحديد النقود طبعا، بأنشطة أساسية في سوق النقود، منها على سبيل المثال إصدار العملة المحلية ومراكمة الاحتياط الأجنبي Foreign Reserve عند الحاجة، ويقوم بعمليات السوق المفتوحة Open Market Operation اللي هي شراء وبيع السندات، والمصدر العاجل والمصدر عفوا العاجل والأخير لإقراض المصارف Lender of Last Resort العامل تحت رقابته القانونية، وتحديد نسبة الاحتياط الإجباري Required Reserve Ratio المفروض على الودائع والحسابات المصرفية. يضبط البنك المركزي بواسطة هذه الأنشطة أو الأدوار والعمليات طبعا متغيرين أساسيين في سوق النقود، هما عرض النقد Money Supply وسعر الفائدة Interest Rate. يقصد بعرض النقد كمية النقود المتوافرة في المصارف أو البنوك يعني، وأيدي المتعاملين من مستهلكين ومستثمرين، طبعا كمية النقود المتوافرة في المصارف وأيدي العاملين المتوافرة بين أيدي المتعاملين المقصود من مستهلكين ومستثمرين وفي السوق بشكل عام. أما سعر الفائدة فهو السعر السائد في سوق النقود يقابله معدل الأجور في سوق العمل الويج ريت، واللي هو لاب طبعا في سوق العمل ليبر ماركت، ومستوى الأسعار برايس ليفل في سوق السلع كوموديتي ماركت. عادة ما يكون سعر الفائدة متعدد الأشكال ويأخذ قيما متعددة لأنه يختلف باختلاف مشتري النقود باعتبارها قوى شرائية، أي النقود الممنوحة على شكل قروض من سوق النقود. فالقروض الشخصية تختلف عن القروض المؤسسية التجارية والصناعية وهكذا. اللاعبون الرئيسيون في سوق رأس المال هم المتعاملون المتاجرون بالأدوات التمويلية Securities Traders، ومنها الأسهم والسندات والمشتقات التمويلية. وهناك سوقان أساسيان في سوق رأس المال الرئيس، هما سوق الإصدار الأولي Primary Market والسوق الثانوي secondary market. سوق الإصدار الأولي حيث تباع وتشترى
الأسهم عندما تصدر لأول مرة، عندما الآن يبدأ التداول والمؤسسة التي أنشئت من أجلها تبدأ بعملياتها، تذهب هذه الأسهم أو الأدوات التمويلية إلى السوق الثانوي. عندما تصدر الأداة التمويلية لأول مرة تعرض في السوق الأول كما ذكرت، وذلك من أجل بيعها لأول مرة وحشد الأموال اللازمة لتمويل النشاط الاقتصادي الذي أصدرت الأداة التمويلية بسببه. مثال على ذلك إنشاء شركة مساهمة عامة جديدة، تباع الأسهم الجديدة المصدرة لأول مرة في هذا السوق اللي هو سوق الإصدار الأولي، وترصد الأموال في حساب الشركة كي تبدأ عملياتها بواسطة الأموال التي جمعت من بيع الأداة التمويلية الأسهم. الآن هذه أسواق رأس المال، الأسواق التمويلية، عفوا الأسواق التمويلية التابعة للسوق التمويلي، هنا هذا سوق نقود وهنا سوق رأس مال. الآن سوق النقود وظيفته تأمين السيولة للمستهلكين والمستثمرين في الأمد القصير. سوق رأس المال كابيتال ماركت تأمين السيولة للمستثمرين من القطاع الخاص أو الحكومة في الأمد الطويل بواسطة الأسهم والمستندات. سوق المشتقات المالية فاينانشال ديريفيتيفز ماركت وظيفته المساعدة في إدارة المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون. سوق السلع كوموديتي ماركت بيع وشراء السلع كالمعادن النفيسة والمحاصيل الزراعية الاستراتيجية كالقمح مثلا. سوق التأمين انشورنس ماركت وظيفته إعادة توزيع المخاطر التي قد يتعرض لها الأفراد أو المؤسسات. عندي السوق المستقبلي فيوتشر ماركت ترتيب عقود البيع الآجل للسلع أو الأدوات التمويلية. وأخيرا سوق العملات الأجنبية فورين اكسشينج ماركت وظيفته بيع وشراء العملات الأجنبية. يقوم النظام التمويلي سواء كان على مستوى الاقتصادات المحلية البسيطة أو المعقدة والمتشابكة على المستويين الإقليمي والدولي بوظائف عديدة، نذكر منها أهم 7 وظائف. الوظيفة الأولى وظيفة حشد المدخرات ودفعها في القنوات المناسبة saving function. الوظيفة الثانية وظيفة حفظ الثروة وتنميتها wealth function. الوظيفة الثالثة وظيفته كنظام للدفع payments function. الوظيفة الرابعة وظيفة الائتمان credit function تأمين الائتمان. الوظيفة الخامسة وظيفته في تصميم السياسات الاقتصادية policy market. وظيفة الآن تأمين السيولة liquidity market. وأخيرا وظيفة تقليل المخاطر أو درئها risk market. وإلى لقاء آخر، شكرا لكم على حسن متابعتكم، وإن شاء الله لقاء آخر في مقطع آخر بإذن الله مفيد للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.